راديو الأهرام يقدم سكة سفر مع هاني عمارة. أهلا ومرحبا وحلقة جديدة ونبدأها بالعناوين. الوزير يتابع معدلات العمل في قطار العاصمة الإدارية رغم الظروف الصعبة أدكم العاملين تواصل الليل بالنهار. تطوير الدائري يتم على قدم وساق لحل التكدس المروري. المرحلة الأولى تبدأ من محور سعد الشاذلي إلى منطقة المرج. الباخرة بوسوديون تنقل المصريين العالقين في ضبة السعودي. مدير تحرير الأخبار يدق ناقوس الخطر من ظاهرة التسول بالمترو ويقول أن فتاة عمرها 14 سنة تحمل طفلة وتقول ساعدوني لتربيتها، فهل هذا معقول؟ كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. وزير النقل المهندس كامل. الوزير قام بجولة ميدانية قبل ساعات لمتابعة الأعمال في القطار الكهربي الذي يربط بين العاصمة الإدارية ومدينة السلام مرورا بالعاشر من رمضان. ورغم الظروف والمصاعب التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا، إلى أن أطقم العاملين تواصل الليل بالنهار في مواقع العمل. الوزير لم يكتفي بهذه الجولة فقط، بل كان قد قام في الساعات الأولى من صباح السبت بجولة لمتابعة الأعمال الخاصة بتطوير الطريق الدائري والتوسعات في هذا المحور المروري الحيوي من المرحلة الأولى، والتي تتم حاليا بين نفق سعد الدين الشاذلي ومنطقة المرج، وهو ما يساهم في حل أزمة التكدس المروري الذي يواجه الآلاف من العابرين يوميا. من أكثر الموانئ التي تعاني من أزمة كورونا هي موانئ البحر الأحمر، خاصة أن عددا من موانيها يعمل في خدمات نقل الركاب والبضائع. ومع توقف نقل المسافرين، تابع وزير النقل مع اللواء خالد زهران رئيس هيئة الموانئ عملية استئناف حركة نقل الشاحنات بين سفاجة وضبة، حيث تساهم في تنشيط التجارة ونقل الخضر والفاكهة والصادرات المصرية إلى الأراضي السعودية. وقد قامت الباخرة بوسوديون التابعة لشركة الخليج للملاحة والتي تعمل على هذا الخط بنقل عشرات الشاحنات ومئات المصريين العالقين في ميناء ضبة السعودي، وتم نقلهم إلى سفاجة بسبب الظروف المتعلقة بأزمة كورونا. ننتقل إلى الفقرة الحوارية، وهي مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ فرج أبو العز مدير تحرير الأخبار الذي يدق ناقوس الخطر من مظاهر التسول في المترو. يصف هؤلاء المتسولين بالعصابات المنظمة التي تشوه هذا المرفق الجماهيري، فضلا عن تشويه صورة البلاد أمام الأجانب. مشاكل التسول والباعة الجائلين في مترو فيها مشاكل قديمة ومشاكل معقدة جدا، لكنها يبدو أنها في المرحلة الأخيرة أو في الفترة الأخيرة توحشت وأصبحت مزعجة للركاب. حول هذه المشكلة كان لنا هذا اللقاء مع الزميل والصديق الأستاذ فرج أبو العز مدير تحرير الأخبار. نرحب بك أستاذ فرج. أهلا بك أستاذ هاني. تحكيت لي عن أن المشكلة دي توحشت وأصبحت مزعجة، وانت كواحد من مستخدمي هذا المرفق الجماهيري، ياريت بحسك الصحفي ترصد لنا يعني ابعاد هذه المشكلة. في الحقيقة هني بيه الموضوع كله متعلق بالذوق العام وشكل المجتمع قدام المجتمعات الخارجية. نعم. الفرد تسول يعني عمليا غياب جهات المجتمع المدني المعنية برعاية مثل هذه الفئات. نعم. ولكن إذا نظرنا للواقع نجد أن الدولة بذلت جهود كبيرة جدا في مبادرات دعم مثل هذه الطبقات الفقيرة. نعم. لكن التسول أصبح مهنة وصناعة غالبا. نعم. حلوة بقى مهنة وصناعة دي.
غالبا ما تجد يعني به في اوقات الازمات، اوقات الامطار، اوقات ظهور اي اوبئه، كم هائل من المتسولين الغير معتدين. الغريبه ان هم الغير معتدين، كمستخدم دائم لمرفق مترو الانفاق اعرف تماما من هم المتسولين اللي هم المعتدين كل يوم. لكن في الازمات تجد اشكال جديده، اشكال جديده تماما عن مثل هذا النوع، اشكالهم لا تدل على انهم متسولين. ما يعني ان هناك يعني الموضع تحول الى تشكيلات بقى، يعني تشكيلات عصبيه منظمه. اعتقد ان هذا تحليل صحيح 100%. لان بينزلوا في اوقات معينه، اوقات ازمات، في اوقات امطار، يجي على المطر يقول ربنا يحرسك ويحميك، ويجي على الوباء يقول لك يا رب ما يجي لك المرض، وهكذا. يعني حاجات بصراحه، يعني دول لا يختلفوا من وجهه نظر حضرتك كصحفي عن تجار الازمات. يعني متسول الازمات لا يختلف عن تاجر الازمات، كلاهما يعني يمتص دم المجتمع. بالفعل انا وصفتهم بانهم تجار حرب، متسولين حرب. يعني يجي حاله معينه، حاله فيها استنفار على مستوى المجتمع اجمع، ويجي يمارس هذه المهنه التي تسيء لوجه المجتمع. وما بالك ان هناك اجانب، واجانب كثيرين، يستخدمون مترو الانفاق وسيله للتنقل. نعم. وهذا بالاساس يضرب السياحه. صحيح. وهي ظاهره يمكن ما لهاش مثيل برضه في اي دول العالم، ان الناس تطلع في الوسائل العامه تتسول في الوسائل العامه. لا، في دول العالم هناك وسائل مبتكره، وسائل انسانيه للتسول. نعم. ومعروف حضرتك وكلنا سافرنا بلاد خارجيه، وشفنا ان هم بيعملوها بطريقه ظريفه جدا. واحد يعزف موسيقى، واحد يكتب لفته، مجرد لفته واقف بكامل هندامه، يعني مش بهذا الاسلوب اللي فيه رزاله على خلق الله. يعني ايوه، ولا هدوم رسمه، ولا ادعاء مرض، ولا بكاء شديد، ولا حاجات راس واهيه. يعني انا مره مثلا كنت في مترو في احد المرات، وفتاه طلعت تشحت يعني متسوله، وقالت وعلى يديها طفل عنده ست شهور. نعم. ركز معايا هاني بيه، ست شهور. نعم. وكان بتقول والله جوزي مات من 4 سنين وساب لي البنت دي. وهي يعني طفله لسه. يعني نصب بيقولوا اي كلام. نعم. وللاسف الشديد احنا مجتمع شرقي، مجتمع طيب عاطفي. كثيرون بينقادوا وراء مثل هذه الحيل الشيطانية لابتزاز أموال الناس دون عمل، لأن معظم هؤلاء المتسولين في سن العمل، ومعظمهم في صحة جيدة. نعم. طيب يعني يا أستاذ فرج، إحنا إذا كنا وصفنا أو عملنا توصيف وتشريح لهذه المشكلة، طب إيه الحلول اللي من وجهة نظرك كراجل برضو قائد أو من قادة الرأي العام، وراجل كاتب كاتب كبير في صحيفة ومؤسسة كبيرة، طب ايه الحل من وجهة نظر حضرتك؟ والله الحل هاني بيه ان مؤسسات المجتمع المدني تنشط قليلا في رصد مثل هذه الحالات، بالاتفاق طبعا مع الهيئات المشرفة على وسائل المواصلات العامة مثل المترو وهيئة المترو العام وهيئة السكة الحديد، لرصد هذه الحالات واخذها وعمل بحوث اجتماعية عليه، ومن يستحق ياخذ مساعده مستمره، ومن لا يستحق لا ياخذ. مع التنسيق مع مباحث المعنيه بهذا الشان، بشان التسول، لرصدهم ووضعهم في الاعتبار. من يرصد على قائمه مساعدات جمعيه خيريه او جمعيه مؤسسه مجتمع مدني ويضبط مره اخرى يتسول، عليه تنفيذ العقوبة. نعم. من أمن العقاب أساء الأدب. نعم. صحيح. هو الموضوع لازم يكون رادع، موضوع لازم يكون رادع، لأنه في الأساس بيمس
صورة المجتمع في الخارج. هي المشكلة أستاذ فرج في يعني في القضية دي تحديدا لما تواجه المسؤولين في هيئة في الشركة المصرية لتشغيل الأنفاق ان يقول لك والله ده بيقطع تذكرة ويدخل. طب انت يعني هل تفضل انت كجهاز تشغيل مترو او كشركة مشرفة على التشغيل تراقب كل راكب داخل؟ يعني القضية برضو معقدة يعني، فالحل برضو مش سهل يعني، مش عارف انت رؤيتك معاك هاني ليه. بس هو الموضوع لن يحل من يوم وليلة. نعم. بتكون هناك خطة وبرنامج. ليه انا كهيئة مترو ما خصصت مشرفين مخصوصين في المترو موظفين يطلع رحلتين في اليوم ويوصل للناس دي؟ سهلة يعني، ما هي صعبة. اعتقد ان هي صعبة بالشكل ده. نعم. وانا مش بقول له اقضع الظاهرة في يوم وليلة، ظاهرة التسول موجودة من قدم البشرية. نعم. لكن انا ممكن اقلل من مظاهرها السيئة المسيئة. ما يعني ضع نفسك مكان اي انسان سواء سايح سواء مصري سواء اجنبي، ان يرى احدا يتظاهر بان رجله مقطوعه او ذراعه مغطوره، حاجات بصراحه يقشعر لها البدن، يقشعر. لا هي يعني انا بتفق مع حضرتك، حتى وسيله التسول عندنا وسيله يعني 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 الحقيقه مسيئه، وفيها طريقه نوع من مش عاوز اقول كده نوع من الاستعطاف الـ يعني ايه اللي يخليك فعلا عندك حاله من الضيق، يعني مش عاوز اقول تعبير قاسي، انما هو نوع من التصنع الاستعطاف. دي مساله قاسيه جدا، ولكن وانا بتفق مع حضرتك في ان يكون فيه مؤسسات مجتمع مدني الى جانب اجهزه الشرطه او شرطه مترو الانفاق لملاحقه هذه العناصر، ويعني يمكن مساعدة من يستحق وتطبيق القانون على ما لا يستحق. يعني في نهاية هذا اللقاء بنشكر الأستاذ فرج أبو العز مدير تحرير الأخبار. شكرا يا فندم. شكرا لك أستاذ هاني. شكرا. سكة سفر مع هاني عمارة.